Thank you, Mr. President. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. وأشكر المنسق وينزلاند والدكتورة باكستر. وزير خارجية بلادي قد اختتم هذه الجولة من زيارته لإسرائيل منذ أن شنت حماس الهجمات في 7 من تشرين الأول أكتوبر وتسببت في دمار وكوارث. ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تدعم دعما راسخا أمن إسرائيل، وقد عمل لتعزيز مناقشات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار شامل، والأمر الآن يلوح في الأفق، ولا ينبغي لأي طرف أن يتخذ إجراءات تقوض من المفاوضات الجارية. رئيس الوزراء أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن حماس قبلت المقترح لسد الفجوات التي قدمت به الولايات المتحدة وقطر ومصر الأسبوع الماضي، والمقترح الانتقالي هذا به عناصر تتسق مع ما طرحه رئيس بايدن في مايو من 24، والذي اعتمده المجلس في القرار 2735، وهذا يستند إلى مجلات اتفاق في مباحثات الدوحة الأسبوع الماضي، وهو يسد الفجوات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للصفقة. نقدر دعم هذا المجلس للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لكي نتوصل إلى هذه الصفقة. الآن لدينا مسار نحو الأمام لإنقاذ الأرواح وتوفير الإغاثة لشعب غزة وإعادة الرهائن وتخفيض التصعيد الإقليمي. مرة أخرى إسرائيل قد قبلت المقترح الخاص بسد الفجوات، هذا أول مقترح المحدث حسب ما يطلق عليه توضيح المترجمة. ونحن كأعضاء المجلس يجب علينا أن نتحدث بصوت واحد، ويجب علينا أن نستخدم ما لدينا من قدرة للضغط لكي نضغط على حماس لكي تقبل هذا المقترح المحدث، والذي به مزايا كبرى وفورية للفلسطينيين في غزة، ويشمل الكثير من المطالب التي تقدم بها حماس سابقا. الزملاء الأعزاء، هذه لحظة حاسمة، هي لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة برمتها. ولذلك كل عضو بهذا المجلس يجب أن يواصل توجيه رسائل قوية للأطراف الأخرى في المنطقة، وذلك لتجنب أي خطوات قد تبتعد بنا عن إتمام هذه الصفقة. وفي ذات الآن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية يجب أن تسرع من وتيرة التخطيط حتى يرفع من مستوى المساعدة التي تدخل غزة في حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار، وسنواصل جميعا الضغط من أجل زيادة المساعدة الإنسانية. الآن سنواصل العمل مع السلطات الإسرائيلية لإسراع من وتيرة التصاريح ورفع القيود حتى يستطيع الفلسطينيين أن يحصلوا على المياه النظيفة والغذاء والملجأ وكذلك اللقاحات وكل الضرورات الأساسية الأخرى. وهذا ما استمعنا إليه من الطبيبة باكستر. أمراض مثل شلل الأطفال يجب أن نمنع بزوغها مرة أخرى في غزة، ونحث إسرائيل على مواصلة العمل مع وكالات العمل الإنساني لتقديم لقاحات شلل الأطفال للمدنيين الفلسطينيين وتحديدا الأطفال في غزة. هذا الجهد عاجل ملح وضروري، وصفقة وقف إطلاق النار ستيسر كثيرا من تنفيذ هذه الحملة الضرورية للقاحات. أيها الأعزاء، على الرغم من ضغطنا للإفراج عن الرهائن وتوصل وقف إطلاق النار في غزة، يجب علينا أن نواصل الحديث بأعلى الصوت حول الوضع في الضفة الغربية. أود أن أكون واضحة هنا، الإجراءات في الضفة الغربية التي قد تزيد من التوتر في هذه اللحظة التي كلها هشاشة يجب أن تتوقف. وكما أوضح البيت الأبيض أن الهجمات من قبل المستوطنين العنيفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية هي مسألة غير مقبولة ويجب أن تتوقف. السلطات الإسرائيلية يجب عليها أن تتخذ تدابير لحماية هذه المجتمعات من الضرر، بما في ذلك من خلال تدخل لوقف هذا العنف ومن خلال محاسبة كل مرتكب هذا العنف. ومن الضروري أيضا أن تفرج إسرائيل عن كل إيرادات الضرائب الفلسطينية في الموعد المحدد. هذه الأموال لازمة لسداد الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية وضمان الاستقرار والأمن والسلام في الضفة الغربية، وكلها
مساء المفتاحية من أجل تعزيز مصالح إسرائيل الأمنية. إضافة لهذا، نشعر بالقلق إذا الإعلان من قبل إسرائيل عن مستوطنات في الضفة الغربية وإطفاء الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية. هذا البرنامج الاستيطاني لا يتسق مع القانون الدولي، وهذه الإجراءات الأحادية مقودة لإمكانات حل الدولتين، والذي أشرنا مرارا وتكرارا أنه هو المسار الوحيد الآمن والدائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. إن التفجير الانتحاري في تل أبيب والذي أعلنت الجهاد الإسلامي الفلسطيني عن مسؤوليته عنه كان يذكرنا بالشواغل الأمنية الإسرائيلية الحقة للغاية. الولايات المتحدة تدين هذه الهجمة كما هو الحال بالنسبة لكل أعمال الإرهاب، ونطالب مجلس الأمن أن يقوم بذات الشيء. الزملاء، هذا الأسبوع تحدثت مع شخصين تعرض أفراد وأسرتهم إلى القتل بدم بارد على أيدي حماس في 27 من أكتوبر. أليس فانستين هاجي التي فقدت والديها وجيب وجابي، واسمهما جيد وجابي، في ذلك اليوم المروع. وروبي تشين وابنها إيتي ابن 19 عاما وهو يحمل جنسية الأمريكية أيضا قتل على أيدي حماس. فعلا الأمر يفطر القلب ويبعث على الغضب أن ذويهم، أن رفاة ذويهم محتجزة لدى حماس، وكذلك أيضا الذين لا يزالون يحتفلون برفاة هدارة جولدن منذ العام 2014. ندعو حماس الآن اليوم للإفراج عن رفاة جودي وقادي وهتار وكل رفاتي التي لا تزال بحوزتهم في غزة. وإليكم ما هو مثير هنا، أرس وروبي حول شعورهما الكبير بالألم والمعاناة إلى هدف بغرض إيجابي والضغط من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهن. وخلال تلك الاتصال روبي اقتبس بكلمات رصينة، قال لي إن الشعور بمدى الإلحاح بضرورة تصرف اللحظة الراهنة والمهمة التي هي أمامنا، كما ذكرنا منسق الخاص السيد وينزلاند، من الأهمية بمكان التوصل لوقف إطلاق النار واتفاق بخصوص إطلاق سراح الرهن الآن، ليس قريبا، ليس عاجلا، بل الآن، يعني الآن، لأن أسر مثل أسر روبي بحاجة إلى أن يضعوا خاتمة لهذه المعاناة، لأن الفلسطينيين في غزة أيضا يعيشون في ظل ظروف جهنمية، ولا سيما أنهم وجدوا أنفسهم عالقين في وسط تبادل إطلاق النار بين الطرفين، مع ما يلوح بالفوق من نذر احتمال حصول تصعيد إقليمي. ولا بد أن نركز جميعنا على وقف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهن الآن. دعونا نواجه هذا الإلحاح العاجل لضرورة تصرف اللحظة الراهنة. وشكرا.